برعاية سامبا تداول، الوسيلة الأذكى للتحرك في سوق الأسهم. ويبدو أن هناك توجهات فعلا لمزيد من المكاسب في الدقيقة الأخيرة. لاحظ 53 نقطة زيادة إذا للمؤشر، وهناك تسارع في حركته يصل إلى 4638 نقطة. إذا في أعلى مستوياته كان قريب عند 4644 نقطة، أغلق إذا عند 4638 نقطة. يبدو أنه ما يزال نشيط إذا مع اتجاه يعني في آخر تنفيذ لهذه الأوامر، وإذا ما تزال المكاسب فعلا متواصلة. قد يصل يعني يبدو أنه قد أغفل عند 58 نقطة زيادة أو 4642 نقطة، وهو إذا من هذه هو المستويات التي أوصلت ارتفاع بأكثر من 1.2%. وطبعا دعومات المؤشر أتت أيضا من زيادة مكاسب القطاع المصرفي والصناعي. المصارف ازدادت بأكثر من 1.6%، إذا كما نلاحظ الصناعات البتروكيماوية بأكثر من 1%، وكل هذه القائمة على ارتفاع حسرت كثيرا إذا الألوان الحمراء في الشركات، وأيضا الإسمنت حوالي ربع نقطة زيادة، التجزئة أكثر من 2.7%، استفادة واضحة نهاية الجلسة. الطاقة عاد لمكاسب فوق 3.2%. ماذا عن الشركات الأكثر نشاطا في السوق؟ اتحاد عزيب، بقية القطاعات، الزراعة أيضا استفاد بأكثر من 1%، والاتصالات بأكثر من 1.4%. تقريبا على مدار جلسة اليوم والاتصالات يتمسك بهذه المستويات. التأمين لم تستطع إذا هذه الارتفاعات التي طالت معظم الشركات أن تعيد إلى مناطق المكاسب، لكنه يعني متراجع بشكل طفيف للغاية. الاستثمار المتعدد أيضا قلص من خسائره إلى حدود النصف النقطة، والاستثمار الصناعي المكاسب بأكثر من 1%. وبقية القطاعات، النقل حوالي 1.2% مكاسب زيادة، التشييد وأيضا تطوير العقاري كلها على مكاسب، بينما الإعلام والنشر بقي خاسرا بحدود النقطة المئوية، واستقرار للفنادق. ماذا عن الشركات إذن الأكثر نشاطا في السوق؟ إذن لاحظنا هذه التزايد في الأحجام، خصوصا أحجام الشراء. اتحاد عزيب استقر على 37 مليون و800 ألف، يعني في ظرف تقريبا خمس دقائق زادت بسبع ملايين إذن كمية التداول على اتحاد عزيب، ووصل إلى 15.55 زيادة أيضا. إعمار عاد اللي يسجل بعض المكاسب مع 17 مليون، معادن عند 14 مليون، وأيضا مكاسب إلى 12.25، ويبدو أن هناك تفوق واضح وتراجع مصرف الإنماء إلى مستويات المستوى الرابع من حيث الكمية إلى 14 مليون. صحيح أنه الفرق كتير ضئيل بينه وبين معادن، لكن تفوق معادن مع مكاسب إذن في هذا السهم. وسابك عند 40.70 لم يستطع إذن أن ينجز 41 لليوم، خصوصا في نهاية هذا الأسبوع. بقية الشركات أو الشركات الأكثر ارتفاعا في السوق، يبدو أن سهم أمبيانتيت استحوذ على إذن الصدارة، مركز الصدارة، وتراجع إسمنت العربية مع نسبة 5.7%. اليوم قطاع الإسمنت مستفيد إلى حد كبير، وجرير انضم إلى هذه القائمة مع ارتفاع بأكثر من 4.5%. ونلاحظ أن جرير هو وسهم المراعي الوحيدان فوق مستويات 120 ريال، عدا عن ذلك لا توجد مئات، يعني 100 ريال لأي من الأسهم المدرجة في السوق. وجرير كمية الأسهم عليه إلى حد ما يعني قليلة، باعتبار أن السهم يعني هو فوق 100 ريال 160. ونلاحظ أن جرير عند 33 ألف، يعني 33 ألف نجحت في رفعه بحدود السبع ريالات. بالنسبة للشركات الأكثر تراجعا في السوق، الطباعة والتغليف إذن على مدار الجلسة وهو متمسك بهذه أو بالصدارة من حيث الأكثر تراجعا، وأيضا بعد أسهم الإسمنت. يبقى لنا أن نطل على الأسهم القيادية، وهذه الأسهم إذن أداء لا بأس به، لكن تمسك الراجحي بمستويات التراجع نصف النقطة، إذن استقر عند 51.50. بقية إذن هذه الأسهم على ارتفاعات، والفرنسي زادت مكاسبه إلى أكثر من 3.5%، سامبا إلى مستوى 41.60. أعود إليك سيد تركي، ولنتحدث عن يعني المشهد اليوم بشكل عام. يعني ذكرت موضوع الصناعات البتروكيماوية، هل التحسن يعني هذه البوادر الطفيفة التي يبديها تحسن واضح يعني ببعض المؤسسات أو غيره، هل من الممكن أن يؤثر على أو يرفع المزاج العام بالنسبة لوضع البتروكيماويات أو لهذا القطاع تحديدا حول العالم؟ قد يكون بشكل طفيف، وإلى حين صدور النتائج الربع الأول باقي على انتهاء هذا الربع خمسة أيام عمل، وبعد ذلك سوف تبدأ الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول. توقعات الأرباح للعديد من الشركات قد تعطينا
قد تفسر بعض التحركات التي قد تسبق إعلانات هذه النتائج. من المهم أن نشير إلى أن السوق اليوم أغلق في أعلى سعر منذ تاريخ 25 فبراير الماضي، وتجاوز حاجز 4620 نقطة، والذي لم يصلها منذ نهاية شهر فبراير الماضي، لترقب نتائج الشركات ونتائج السوق بشكل عام. هنالك جو عام إيجابي فيما يخص بعض القطاعات، على رأسها قطاع المصارف وقطاع الاتصالات وبعض القطاعات الأخرى، لكن قطاع البتروكيماويات أنا أعتقد أن الأسعار التي نشاهدها اليوم مقارنة بأسعار العام الماضي هي استوعبت التوقعات بانخفاض ربحية قطاع البتروكيماويات. التوقعات تشير إلى أن متوسط الانخفاض في أرباح قطاع البتروكيماويات قد يتراوح ما بين 30 إلى 50% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي. هل المستثمرين الكبار في هذه الشركات بعد صدور هذه النتائج، إذا كانت أفضل من هذه الأرقام أو أقل من هذه الأرقام، قد تعكس تحركات قوية على أسعار بعض هذه الأسهم؟ هذا سوف نشاهده مع صدور نتائج هذا القطاع بشكل عام، لكن القطاعات الأخرى أنا أعتقد أن هنالك جو عام إيجابي، تحديدا في قطاع المصارف التوقعات تشير إلى احتمالية أن تكون متوسط أرباح القطاع أعلى من 5% لمعظم المصارف تقريبا. من أين ستأتي هذه الأرباح؟ يعني تقريبا 5% حتى كانت متوقعة، مع 2008 كانت دائما ما تسيطر، لكن يعني حتى الاحتفاظ بال 5% كيف سيكون برأيك سيد تركي؟ الـ5% النتائج المجمعة التي أعلنتها مؤسسة النقد خلال شهر يناير وشهر فبراير أعطت إشارات مهمة على أن المصارف حققت أرباح أفضل من الربعين من العام الماضي. جزء من هذه الأرباح في اعتقادي ناتج إلى زيادة الفارق ما بين سعر الاقتراض إلى سعر الإقراض، في الوقت الذي خفضت مؤسسة النقد أسعار الفائدة على الريال السعودي بالنسبة للمصارف، خفضت سعر الريب، وشاهدنا العديد من المصارف السعودية رفعت تكلفة الإقراض، وبالتالي زاد هامش الربحية لدى هذه المصارف بشكل أعلى مما كان في السابق. كلما زاد الفارق ما بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض بالنسبة للبنوك، كلما زاد هامش الربحية للبنوك، العلاقة طردية ما بين الناحيتين. نعم، ولنتحدث أيضا عن قطاع جدا مرتبط بقطاع البتروكيماويات ومرتبط بالطلب، نتحدث عن النقل. هل من الممكن، يعني هل هناك حركة تواكب أو توازي يعني عندما بين قطاع البتروكيماويات بشكل عام وقطاع النقل، هل يترافقان مع بعضهما إلى حد كبير؟ قطاع النقل توجد فيه 4 شركات، على رأسها شركة النقل البحري والتي تمثل أكبر الشركات في هذا القطاع، يليها 3 شركات من الشركات الصغرى وهي النقل الجماعي ومبرد وشركة بيدجت، لكن شركة النقل البحري هي من الشركات الكبرى وتملك أسطول من الناقلات المشتقات البتروكيماوية. أنا أعتقد انخفض السعر بشكل كبير، وصل إلى أكثر من 50% مقارنة بأعلى أسعاره في منتصف والربع الثالث من عام 2008. تعتمد شركة النقل البحري بشكل أساسي على عمليات الارتفاع في معدل النمو في طلبيات المشتقات البتروكيماوية، ومع الانخفاض المتوقع في نتائج الشركات البتروكيماوية قد نشاهد انعكاس هذا الانخفاض على نتائج شركة النقل البحري. أنا أعتقد قد تكون الانخفاض في أرباح شركة النقل البحري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي يقترب من نسبة الانخفاض التي قد تكون في أرباح متوسط أرباح قطاع البتروكيماويات. نعم، وأيضا قطاعات وما يحدد أيضا الكثير من الأمور، وضع السيولة ووضع استحقاقات التوزيعات النقدية. يعني برأيك وحسب الإحصائيات سيد تركي، ما هي أكثر القطاعات التي كانت سخية بتوزيعاتها واستراتيجية التوزيع، ماذا تعكس برأيك؟ نعم، أكثر القطاعات كانت في عملية التوزيع هو قطاع الإسمنت، وصلت نسب الأرباح الموزعة لبعض شركات الإسمنت أعلى من أسعار العوائد على الودائع الثابتة، وهذه تعطينا دلالات مهمة. لكن إذا قلنا أن قطاع الإسمنت هو قطاع
لا توجد فيه توسعات حالية بشكل كبير، عوضا عن أن هنالك شركات سوف تبدأ في الإنتاج، وقطاع الإسمنت أيضا تأثر بعملية إيقاف أو منع تصدير الإسمنت. هنالك توقعات بأنه سوف يتم السماح بتصدير الإسمنت لهذه الشركات خلال المستقبل القريب. الجانب الآخر هو الإنفاق القوي من الحكومة السعودية في المشاريع، لكن أعتقد أن معدل النمو في الطلب الذي قد يكون بالنسبة لقطاع الإسمنت قد يوازيه دخول بعض مصانع الإسمنت خلال هذا العام للإنتاج. هذا جانب. الشركات الأخرى والتي أعلنت عن توزيعات، وبالمناسبة في هذا الشهر كان هنالك أكثر من 50 شركة وهنالك أحقيات لتوزيعات العديد من الشركات، انعكس جزء من هذه الأحقيات في بعض التحركات بعد يوم الأحقية لبعض الشركات بالانخفاض نتيجة الخصم الأرباح الموزعة. بعض الشركات التي لا توجد لديها سيولة وأعطت توزيعات عالية تعطينا إشارات أو نحو استراتيجية التوزيع لدى إدارة هذه الشركات، عوضا عن أن الدخول للاستحواذ في قطاعات أخرى أو قطاعات جديدة. يقابل هذه النوعية من الشركات شركات أخرى أعلنت عن خططها للاستحواذ على قطاعات أو على شركات أخرى حتى تستفيد من انخفاض التقييم، فتختلف استراتيجية التوزيع من شركة إلى أخرى حسب فلسفة إدارة كل شركة. نعم، ودائما ما نتبع لفلسفة الوقت. أشكرك تركي فدعق، أشكرك على كل هذه المعلومات. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد ياسر أن الإقراض زاد بنسبة 15% في فبراير الماضي، ونما عرض النقود بنفس النسبة، وأشار إلى أهمية عدم التهويل من أزمة السيولة في المنطقة. يجب عدم التهويل من مشكلة السيولة في منطقة الخليج. يعني أحيانا نقرأ بالوول ستريت ولا بالفاينانشال تايمز ونعتقد أنه هذا حاصل عندنا، يعني يجب التمييز، لأنه العلاج يجب أن يكون مبني على التشخيص المناسب، يعني فإذا أسأنا التشخيص سوف نسيء العلاج أيضا. مثلا في المملكة عندنا إلى فبراير، إلى نهاية فبراير الماضي، زيادة الإقراض للقطاع الخاص أكثر من 15%، فبراير إلى فبراير أكثر من 15%، نمو في العرض النقود أيضا أكثر من 15% نفس الشيء. فكل النسب الموجودة لدينا حتى ربحية البنوك أيضا لازالت جيدة، والكابيتال أدكوسي تزداد أيضا. لكن هذه أعتقد يعني اللي حاصل في الاقتصاد العالمي أنه قطاع الصادرات لدينا متأثر، وأي مستثمر حصيف سوف يعيد تقييم استثماراته الجديدة في هذه القطاعات بشكل جيد. فلو كنت عندك مشروع مثلا في البتروكيميكالز الآن، يعني الأسعار انخفضت أكثر بثلثين، إذن يجب أنك تعيد حساباتك أنت ومقرضك أيضا على المدى المتوسط والمدى الطويل. فقرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.